ملعب عالمي تفتتحه الجزائر وهي تستقبل فرق القارة السمراء على أرضها. Chez nous. Président du CAF. We are going to have the best CAF ever in the history of the CAF. Inch'Allah. Le petit-fils de Monsieur Jou Mandela. Ça va? President, like Mandela. It's good to be in our center. Well, it's an honor for us to be here. This is a country Madiba considered as his second home. الملعب التحفة الجوهرة يدشن اليوم من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويرفع الستار ليأخذ بعداً إفريقياً من خلال حمله اسم المناضل والرمز الزعيم نيلسون مانديلا. افتتاح تحضره كبار هيئات كرة القدم في العالم كرئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في صورة تذكارية ضمت حفيد نيلسون مانديلا بأبعادها التاريخية الرمزية والرياضية. السيد الرئيس توقف عند مختلف أجنحة ومرافق الملعب، بداية بمركز الإعلام المجهز بأحدث التقنيات لنقل مختلف المنافسات التي يمكن أن يحتضنها ملعب بهذه الجودة. ملعب يلجه الشباب الجزائري العاشق لكرة القدم، فالاهتمام خاص بالشباب وبالمنشآت الرياضية. فتابع السيد الرئيس عروضاً حول ملعب براقي وتفاصيل إنجاز وتوسعة ملاعب أخرى مغطاة. شكر كل العمال والمهندسين وكل من سهروا على تحضير الجوهرة تاع براقي نيلسون مانديلا. إن شاء الله يكون عندهم نفس الشعور هما باللي قاموا بشيء اللي خلى الجزائر رفعت راسها ما بين الأمم.
هاد المرافق هذه رغم أن البعض ينتقد على شي يديروا ملاعب على شي يديروا، اليوم الشباب نتاعنا مثل الشباب في العالم، يعني ميال كثير للكرة القدم والرياضة، لازم تكون عنده هو نسبة من النمو والتنمية تاع البلاد باش يمارس فيها الهوية تاعه ويمارس فيها إذا شاكر الكل اللي يساهموا قريب ولا بعيد في إنجاز هذا الصرح الدولي ناس المونديال ستاديوم، زيد الناس اللي يشاركوا في تعدويرة تيزي وزو وتوسيعة 5 جويلية، نتمنى باش تتم في تبدأ في أقرب وقت حتى يتسع إلى 80,000 مقعد أو أكثر، يبقى هو ما بين القلائل في إفريقيا وفي البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله. ومن بعد ننطلق في ملاعب أخرى. أنا وعدت الشباب نتاعنا باللي في إطار التوازن تكون فيه ملاعب في الجنوب، إذن يكون فيه ملعب نفس الشيء مثل الطراز اللي شفناه في بشار، يكون نفس الملعب في ورقلة إن شاء الله. هذه في إجراءات ديرها الحكومة في أقرب وقت باش نطلق بهذه المشاريع هذه بحول الله. جوهرة، هكذا كان يصف السيد الرئيس ملعب براقي في كل مرة، فالمكسب للشباب وللفرق الرياضية يجب المحافظة عليه والصيانة الفورية حين يتطلب الأمر. الملعب من أروع ما يكون، من أروع ما يكون. احنا حاجة برك في بعض الأحيان تنقص، لازم صيانة، صيانة يفو با اتر ابروكسيماتيف. منين تشوفوا حاجة بدات هذا كومونسي في بلير ولا يفو انترفينير تو سويت، ما خليش تنت وي وي لونتروتيان اي تو سي امبورطون كو لا رياليزاسيون بور مانتينير ليكليراج بور مانتينير ليجيان لا بروبريتي لو غازون ايتترا، سينو نورا ريان في. سي فو زافي عندكم عندك ملعب كيما هذا جوهرة والتيران تاعو سي ان شونت باتات، سا سير ابسوليمون ريان. أروقة تجعلك تسافر في الملاعب العالمية، راعت مرافقها وتجهيزاتها كل التفاصيل وحتى الدقيقة منها. فتوقف السيد الرئيس عند قاعة الإحماء وقاعة كمال الأجسام وغرف تغيير الملابس، حيث اطلع على ظروف تحضير الفرق الرياضية. وعلى أرضية نيلسون مونديلا ستاديوم أبى السيد الرئيس إلا أن يقف عند أبعاد هذا المنجز بتلك الأولوية والأهمية الكبرى التي يوليها لشباب الجزائر، وعند أبعاد الجزائر التاريخية المتوسطية العربية الإفريقية والعالمية. مرحبا، احنا فخورين بهذا الإنجازات إن شاء الله تاع الشباب تاعنا، إن شاء الله تعود علينا بالخير وعلى الشباب بالخير إن شاء الله. تماشيين مع طموحات الشباب تاعنا، تماشيين كذلك مع الشيء اللي وصلت له الجزائر في الرياضات وبالأخص في المحافل الدولية. أنا شفنا الألعاب الأبيض المتوسط، شفنا الألعاب العربية، وهنا هذه لاشان، ونتمنوا حاجة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله في إطار أنت تعرف باللي الشباب نتاعنا واحد موحد. اليوم احنا نبارك لكل الشباب نتاع الشرق والغرب والوسط بإنجازات نتاع مركب هذا في ميلود، هذا ستاديوم مانديلا نتاع دويرة، هو في الواقع نتاع المولودية، يقول نتاع دويرة نتاع مولودية العاصمة، نتاع تيزي وزو كذلك اللي هو يكون
افيكتي لتيزي وزو. عندنا التوسعه نتاع 5 جويليه ان شاء الله باش نكمل كاع الرين ونغطي منه قدر المستطاع على حساب تقنيات. فيه تقنيات اللي تسمح ربما بدون ما نمس شي له موجود باش نغطي ان شاء الله. يكون فيه ملعب مثل هذا على حساب المستوى الرياضي نتاع نتاع الجهات الاخرى، ولكن خدينا قرار باش يكون فيه ملعب في ورقله وملعب في بشار ان شاء الله. هكا نكونوا يعني كملنا لابوكل. بالنسبه لقسنطينه اذا كان الملعب هذاك يكفي شوفوا على حساب الرياضيين والا نزيدوا ملعب اخر في الشرق ان شاء الله. وهكا تكون اكتملت المهمه نتاع الناس اللي يشرفوا على الرياضه في هذه البلاد بالاخص كره القدم ان شاء الله. الباقي اش نقول لك احنا في سؤال اخر ولا؟ سيد الرئيس السلام عليكم. علاقوس السلام ورحمه الله. علاقوس حسين بوصالح مراسل قناه بي ان سبورتس القطريه بالجزائر. بدايه سيد الرئيس، بعد نجاح طبعه العاب البحر الابيض المتوسط وتدشين ملعب ميلود هادفي الذي جاء بمعايير عالميه، ملعب اخر يتوافق مع شروط الاتحاد الدولي ملعب نيلسون مانديلا في انتظار تسليم كما اضفت ملاعب بمعايير دوليه، هل ترى بان هذه المنشات الحديثه اليوم تجعل الجزائر والسيادة الجزائرية تطمح لتنظيم بطولات كبرى سيد الرئيس؟ شكرا جزيلا لك. شكرا. هو سؤال وجيه ولكن صراحة يعني بدون ديماغوجية، احنا الملاعب رانا نديروها فيها الشباب تاعنا باش المستوى تاعو يطلع. تبقى التنظيم ما تنظيم، انا قلتها للسيد رئيس الفيفا ان في حالة ما يحبوا ينظموا مباراة ولا دولية هنا سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية عالمية مرحبا بهم، ويلقوا المساعدة من جهتنا من ناحية الإيواء ولا من ناحية ربما نشاركوا معاهم سمعة، يعني حتى نركز على السمعة نتاع البلاد والسمعة نتاع الهياكل الرياضية نتاع البلاد. نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الإفريقي، ربما تكون فيه نهائيات تاع كرة يجوا يديروها هنا مرحبا بهم. كذلك بالنسبة للشباب الإفريقي، لأن احنا قبل كل شيء أفارقة، وهذه الحلقة الأخيرة اللي أنا فيها ربما ما تعلقش بالسؤال تاعك، ولكن امتدادا للسؤال والجواب، الجزائر دخلت في مرحلة اليوم نتاع تثبيت الانتماء. انتماءنا المتوسطي اثبتناه وبجداره في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران ونجحت، وهكذا جزء من الشخصيه نتاعنا اللي هي متوسطيه ثبتت. نفس الشيء بالنسبه للقمه العربيه، عائلتنا العائله العربيه احنا ننتمي لها، كانت نفس الشيء قمه والحمد لله ناجحه وثبتت الانتماء نتاعنا للأمة العربية. اليوم بهذا الصرح وبهذا الرمز نثبت هويتنا الإفريقية. بين قوسين فقط، مانديلا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه، وباش تكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما هوش طالعين على التاريخ تاع بداية الثورة، مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب افريقيا لاسقاط النظام العنصري نظام الابارتايد. لما رجع من الجزائر لقاو عليه القبضة. بعد ما خرج من السجن مانديلا اصبح ايقونة في حر في الحب للحريه والتحرر والتحمل، لان تحمل شيء ما يتحقلين من البشر اللي يتحملوا المده اللي كان مسجون فيها والى اخره. اول ما زار هنا وقال انا جزائري، الجزائر وطني، يعني مانيش لاجئ ولا كذا، لانه على هذه المعرفه يكون افريقيه وما دامنا دخلنا في اثبات الهوية الإفريقية ما نوجدوش رمز
اللي يمثل الجزائر ويمثل جنوب افريقيا، اذا افريقيا كلها مثل نيلسون مانديلا. هذه بصفه عامه. يعني الباقي احنا اللي علينا نعملوه الجزائر، كما تعرفوها باللي الجزائر بلاد نتاع شباب، اكثر من 70% 72% عندهم اقل من 35 سنه، البلاد بلادهم كهول وهذوك معليش يعني حقهم، بلاد كذلك بلادهم، ولكن المطالب اللي نلبيها باولويه هي مطالب الشباب. شكرا، صحيتو، الله يبارك فيكم. نسيت حاجه، أزقاس مقاس، وتحية الجزائر. درة ترسع ملاعب الجزائر، ستكتشف جمالها الجماهير الشغوفة بالمستديرة خلال افتتاح كأس أمم إفريقيا للمحليين.